السلام عليكم، هتكلم النهاردة معاكم عن تطبيق يمكنك إنك تنظف الموبايل بتاعك تلقائي بدون ما تتدخل. يعني كل ما يحس إن في مثلا حاجات بتساعد إنها تدقن الموبايل أو ملفات ملهاش لازمة في الموبايل، التطبيق ده بينظفها تلقائي من دون تدخل منه. أول حاجة ما تنساش تشترك في القناة وتتابعنا على الميديا الموجودة في الوصف وتعمل لايك للفيديو ده. طبعا التطبيق ده موجود بشكل مجاني في جوجل بلاي، والرابط بتاعه يكون تحت في الفيديو دوت ان شاء الله. طبعا دي ايقونة التطبيق زي ما انتم شايفين كده، بتخش على التطبيق عادي جدا. طبعا دي واجهة التطبيق زي ما انتم شايفين كده، ودي الايقونة بتاعته. طبعا دي الايقونة بتاعته، تبدأ انت تظبط الاعدادات ديت زي ما انتم شايفين كده، بتبدأ تختار التكرار مثلا عايز ينظف كل مدة قد ايه. زي ما انتم شايفين كده ظبطوها على الاعدادات اللي انا مظبطها عليها ديت. طبعا بعد ما تظبط الاعدادات كده زي ما هي معموله كده، تبدا انك ترجع تاني وتحفظ الاعدادات ديت. طبعا تكرار الساعات ديت اللي هي مثلا عايز ينظف او ينظف تلقائي كل قد ايه، مثلا كل ساعه، كل ساعتين، كل يوم، طبعا ده بيرجع لك انت وزي ما انت عاوز. يستحسن انك تسيبها على خيار قريب. بعد كده بيبدأ يفحص لك التطبيقات قبل ما يحفظ. طبعا انت هتسيب الاعداد ديت زي ما هو موجود كده عشان انه يبدأ ينظف كل شوية. وبس، هو ده التطبيق. بتشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتتابعنا على السوشيال ميديا. سلام.